وخلاص انتوا شلتوه هو، يبقى خلاص شيلوا لنا بقى جمال عبد الناصر، وشيلنا انور السادات، وشيلوا محمد عرابي، وشيلوا احمد عرابي، وشيلوا محمد نجيب، وشيلوا كل الاسماء الزعماء اللي قبل كده. اشمعنى مبارك يعني؟ افهم يعني القصة دلوقتي. انا عايز اسال سؤال صغير جدا. سيادة الوزير التربية والتعليم اللي ربنا يوفقه، من كام يوم كان في قناة القناة الفضائية وبيقول ان دلوقتي في حاجة مشروع اسمها جدد فصلك واكتب اسمك. يعني انا دلوقتي اروح احط 3000 جنيه واقول على فصلي هو ده فصلي اجدده واكتب عليه اسم. طيب مبارك ادى لمصر 62 سنة، دول ما يسووش ال 3000 جنيه، مع العلم ان انا ممكن اكون حرامية وسرقة 3000 جنيه، مجرد مديتهم لوزارة التربية والتعليم هتحط لي يافطة باسمي على الفصل بتاعي او على المدرسة، او لو انا اتكفلت بالمدرسة حسبة 20-30 ألف جنيه هتعمل المدرسة باسمي. طب ال 62 سنة دول ايه منهم؟ 30 سنة عسكرية و 30 سنة مدني، دول مالهمش تمن؟ ما يسووش 3000 جنيه عند الدولة؟ ما يسووش 20-30 ألف جنيه عند الدولة علشان يشيلوا اسمه؟ طب انتوا عايزين ايه؟ كل مطالب الثورة هو اللي نفذها، كل مطالب التحرير هو اللي عملها، اقل الحكومة وعمل كل بتاع، وابقى على مجلس الشعب والشورى علشان مواد التعديل بتاع الدستور اللي امر بيها، وقال لك 6 شهور وطلعت وهم حكاية التوريث وطلع الكلام، والناس عرفت قيمته اللي شافوه في السنة مع حكم الاخوان ما حصلش خلال ال 30 سنة مع مبارك. طب انتوا جايين على اسمه ليه؟ ايه اللي افترى ده؟ ربنا يدينا الصحة والأسد اللي جه على الرئيس ان شاء الله، ربنا يدينا والله العظيم اسد اسد باذن الله اسمه هيرجع تاني. احنا كل اللي بنعمله ده مش عشان والله العظيم اسد عشان يتقوى القفص، احنا عايزين الراجل ده بس يتقوى وحقه يجيبه بس، واسمه يرجع تاني على كل المنشآت.